يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم منع الزوجة من الحج لأجل الأولاد مع العلم أن المحرم موجود والأولاد يقول السائل يذهبون عند أخوالهم، لكن يخشى الزوج أن يفرط فيهم؟ لا، إذا كان لهم أخوال وثقات ولا يجوز له يمنعها، أما إذا كان الأخوال غير ثقات ويخاف على أولاده هذا عذر تؤخر الحج. نعم.